خلينا في الاهم. يعني انت النهارده بتتكلم الفيفا كل ما بيحب يروج لحاجه فبيبحث عن الاسماء الكبرى يعني طبعا، ويبدو ان من حسن حظه ان الاهلي موجود وبالتالي في الانتر كونتيننتال. فالنهارده بقى في يعني اهتمام عالمي كبير جدا طبعا بسبب وجود النادي الاهلي. الى هذه الدرجه الحمد لله النادي الاهلي اصبح اسمه مصدر جلب للنجاح وللجمهور ولاستقطاب الجميع للمشاهده والمتابعه. انا كنت في جد ربنا اكرمني، يعني كنت بعمل عمره من فتره قريبه اللهم امين، وكنت راكب يعني عربيه مع حد سعودي جميل وبندردش لما عرف ان انا بشتغل في الكوره وفي مجال الكوره، فبتشجع مين وشجع مين، فقال لي انا بشجع الاهلي. قلت له والله اهلي جده فريق محترم، قال لي لا انا بشجع الاهلي المصري. المصري قال لي بشجع الاهلي المصري. اه فالاهلي لا الاهلي عربيا وافريقيا وعالميا لا خلاص بقى رقم مهم جدا جدا. في كاس العالم للانديه 2025 البطوله فيها كام فريق؟ فيها 32 فريق. نعم الاهلي كسب رسميا 10 فرق من 32، وده رقم مذهل والله. في مباريات رسميه الاهلي كسب بالميرس، الاهلي كسب سياتل في كاس العالم للانديه، الاهلي كسب الاتحاد السعودي، الاهلي كسب الهلال السعودي، الاهلي ترجي، كسب اوكلاند سيتي، الاهلي كسب سان داونز، الاهلي كسب الترجي، الاهلي كسب الوداد. 10 انديه في بطولات رسميه سواء في بطولات عالم او في دوري ابطال افريقيا اللي بطبيعه الحال طبعا الاهلي متسيدها في السنين الاخيره. فالكلام ده كله النهارده الفريق اللي كسب بطل امريكا الجنوبيه معروف كويس جدا في امريكا الجنوبيه، واللي لعب مباريات محترمه جدا قدام ساو باولو قدام انترناسيونال وقدام فلومينينسي، حتى لو خسر لكنه عمل اداء محترم جدا، وده بيزود اهتمام الناس بيك وبيزود شعبيتك في الخليج. انت كسبت الهلال السعودي، الناس ربما بتقول قبل الطفره اللي حصلت في الدوري لكن قبلها كان الدوري السعودي دوري سعودي برضه طبعا، تشكيله الهلال كانت تقيله جدا طبعًا. انت كسبت الاتحاد وهو فيه كريم بنزيما وهو فيه كانتي وهو فيه فابينيو، فانت كسبت الاتحاد برضه وهو تقيل جدا جدا. ده كله بيخلي الاهلي رقم مهم جدا جدا عالميا، تجاوز نقطه القاريه وتجاوز نقطه الاقليميه وبقى رقم مهم عالميا. فيفا دايما البطولات الانديه هي بطولات تجاريه بالاساس، بطولات الجانب التسويقي فيها مهم جدا، بطولات المنتخبات هي بطولات للمجد وللشرف وبترفع علم بلدك، لكن بطولات الانديه هي بطولات الجانب التسويقي فيها مهم جدا جدا. وبالتالي فيفا بيبحث دايما عن الانديه اللي ليها شعبيه واللي ليها جماهيريه واللي ليها ارث واللي ليها تاريخ. في ناس كتير جدا مش فاهمين ليه بعض الانديه ومنها الاهلي في افريقيا وفي الشرق الاوسط ليها تقل كبير جدا جدا، سواء في الارقام المتعلقه بالتسويق، سواء في الاهتمام العالمي، سواء في القيمه على مستوى العالم كله. الارث في الكوره امر مهم جدا جدا، مش مهم انت عملت ايه النهارده، انت عملت ايه النهارده وعملت ايه امبارح وعملت ايه من 10 سنين وعملت ايه من 70 سنه. النهارده مانشستر يونايتد في أسوأ احواله وبقاله سنين طويله جدا مش بيكسب بطولات، لكن الارقام وفي الرعايه اعلى من ارقام انديه بتكسب بطولات اكبر منه صحيح. لانه النادي عنده ارث، الاهلي عنده ارث وبيبني عليه. الاهلي ما وقفش، الاهلي خد نادي القرن في سنه 2000 من 24 سنه، ال 24 سنه دول الاهلي عمل فيهم اكتر من اللي عمله في القرن اللي فات. فالنهارده الاهلي بيبني وبيكمل وشغال، وده امر مهم جدا جدا، وده اللي بيديلك قيمه عالميه.